بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المقدس، الجزء الثاني من الصلاه الربانيه والجزء العام موضوع الصلاه. في عام 2350 قبل المسيح، يعني قبل الميلاد، كتب ملك اسمه لجاش كتابة يصلي فيها إلى الإله الذي كان يعبده آنذاك. يقول: ليس لي أم وأنت أمي، ليس لي أب وأنت أبي، كونتني في قلبك وولدتني في معبدك. صلى هذا الملك وفهم أن إنه ليس وحيدا، بل الله هو أبيه وأمه ومعبده، أي محرابه، أي المصلى الخاص به. فهم أن الإله هذا المجهول إنه الألف والياء. من خلال الصلاة وضع نفسه وثقته في هذا الإله آنذاك. نعيد سريعاً عناصر الصلاة اللي تكلمنا عنها تقريباً في 6 لقاءات، وقلنا تقريباً الصلاة تتكون من عناصر: الصلاة النموذجية، الفعالة، الحقيقية، وشبهناها بكلمة أكتس يعني أعمال، وكل حرف من هذه الكلمة فيه موجود معنى. الحرف الأول أدوريشن يعني عبادة، والحرف الثاني سي كونفيشن يعني اعتراف، والثالث تي ثانكس جيفن يعني الشكر، والأخير الاس سبليكيشن يعني التضرع. حتى تكون صلاتنا صلاة التقصية أو الكتابية أو من الكتاب المقدس أو الارتجالية التي تخرج من قلوبنا وشفاهنا، عليها أن تتكون في داخلها جميع هذه العناصر الأربعة: العبادة، الاعتراف، الشكر، والتضرع. وكل هذه العناصر هي أفعال علينا أن نمارسها وليست تكون كلمات. لذلك اليوم سنكمل الجزء الثاني من الصلاة الربانية. في قديس متى الإصحاح السادس وجدنا أن يسوع لما طلبوا منه التلاميذ عايزين يصلوا، لأن كل الديانات وكل الأنبياء علموا تلاميذهم أن يصلوا. كانوا فاكرين أنهم بيطلبوا من يسوع أنهم يكونوا ويصبحوا مثل الآخرين، عندهم صلوات خاصة من معلمهم. ولكن يسوع أجاب وقال: فصلوا أنتم هكذا، يعني أعطاهم نموذج للصلاة أن يتبعوها. ولكن الغريب أن هذه الصلاة حالياً من أكثر الصلوات في العالم كله متداولة، الصلاة الربانية يعني أبانا الذي، والصلاة الأخرى السلام عليك اللي هي للسبحة عندنا في كنائسنا. ربما الصلاة الربانية لا تأخذ أكثر من 28 ثانية، يعني ربما لم ترقى حتى إلى نصف دقيقة، ولكن بنصليها بسرعة شديدة بدون أن نركز في المعاني العميقة اللي علمها لنا يسوع كنموذج للصلاة. أيضاً نجد هذه الصلاة الربانية في إنجيل لوقا الإصحاح السادس في العدد 2-4، أعطى لنا نموذج هذه الصلاة، إذن موجودة
في متى وفي لوقا الصلاة الربانية. أيضا رأينا الأحد الماضي أن الصلاة الربانية قصيرة ولكن تحتوي على كل العناصر السابقة اللي سردناها من شوية. في صلوات أخرى في العهد الجديد كانت صلاة العشار اللي كان بس الآية أو الصلوة البسيطة لقالها ارحمني يا رب أنا الخاطئ. صلاة عظيمة ممتلئة بالمعنى الاعتراف، عنصر واحد من الصلوات اللي احنا شفناها والعناصر اللي خدناها هي عنصر الاعتراف. في موقف أحد اللصين على الصليب كمان طلب من الرب وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ربما تنحصر هذه الصلاة في الطلبة، إنه عنده طلبة من الرب يسوع، وده جزء وحيد صغير يتخلل الصلاة وليست كل الصلاة. إذن هناك بعض النماذج لمفهوم الصلاة ولكن ليست كلها تشمل كل العناصر اللي تكلمنا عنها. النهاردة هنشوف إن الصلاة الربانية تتكون من ثلاث أجزاء. الجزء الأول ثلاث طلبات افتتاحية، يعني افتتح بها يسوع الصلاة، والثلاثة التانيين مكرسين بيخاطبوا الرب. الثلاثة الأولانيين بيخاطبوا مباشرة الله الذي في السماء باسمه، في عبارة ليتقدس اسمك. الجزء الثاني في الصلاة المقدمة عن الملكوت، ليأتي ملكوتك. الجزء الثالث عن المشيئة وإرادة وعناية الرب لتكن مشيئتك. يبقى ثلاث طلبات الواضحين في الجزء الأول من الصلاة الربانية: تقديس اسم الرب، مجيء ملكوت الله، وتكن مشيئتك يا رب. وبكده بنقدر نقول أن الثلاث عناصر دول كانوا هما موجهين أن الله هو العظيم والأكبر في مفهومنا لهذه الصلاة. الجزء الثاني الذي نحن بصدده اليوم اللي بنكمله بعد اللقاء السابق فيها طلبات بتختص باحتياجاتنا اليومية، بنطلب طلبات. لكن هنشوف في أنهي مفهوم هذه الطلبات تطلب من الرب. أول نقطة، طلبات في وضعنا الحاضر الحالي اللي احنا فيه: أعطنا خبزنا كفاف يومنا. خبزنا تشمل كل الاحتياجات، حتى لو كانت منحصرة فقط في كلمة الخبز. الخبز يعني عندنا المصريين بنقول العيش، والعيش هو الحياة، وهي أساساً كلمة فرعونية العيش. البلد الوحيد اللي بيقول على الخبز عيش هو المصريين. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، يعني أعطينا في هذه اللحظة احتياجاتنا. لم يطلق يسوع عبارة أعطنا في المستقبل كل احتياجاتنا أو غدا، ولكن بيطلب أن نقول في الصلاة يا رب ادينا اللحظة الحاضرة دي. شوية ممكن نأخذ فيها موضوعات، ولكن هحصرها في أني دائما محتاجين عناية الله في كل لحظة. في الطلبة الثانية في الماضي: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. الآية دي صعبة، في آيتين في الصلاة الربانية فيهم لبس وفيهم صعوبات، منهم الآية الحالية: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. يعني إيه؟ بنطلب من الرب أن يغفر لنا خطايانا وذنوبنا، ولكن تحت شرط، زي ما إحنا هنغفر للآخرين.
يعني في الاعتراف بنقول للرب اغفر لنا خطايانا، هذا العنصر يدخل ضمن العنصر الاعتراف. لكن هذا الاعتراف مش هتاخد بركته ونعمته ان الله بس يغفر لك زلاتك او زلاتي او خطاياي بدون ان يكون هناك شرط، على قد ما انا بعرف اغفر للاخر. يعني لو انا قالب الايه دي او الجزء ده، لو انا مش بعرف اغفر للاخر، هنا الجزء الاول مش هيكون اوتوماتيك ليا. ان الله لا يغفر ليا لاني انا مش عارف اغفر لغيري. وبالتالي الجزء ده في الصلاه الربانيه هيحطنا في مشكله اكبر، لان احنا كبشر طبيعتنا عايزين الغفران، ولكن ليس من السهل ان نغفر للاخرين، طبيعتنا البشريه. ولكن هنا عايزين ان الرب يغفر لنا بطريقه كل ماضي خطايانا ونصبح بشر جديد، ولكن مش عارفين نغفر خطايا الاخرين لنا. لكن في جزئيه ثانيه في هذا المضمون، لو انا اسات لشخص ما ورحت له انا اسف بعتذر، وطبعا ربما يكون عملت شر كبير محتاج تعويض، ضيعت كرامته برجع له كرامته، سرقت منه برجع له اللي سرقه سرقته، وهكذا. ولكن الاول انا بعتذر، بتاسف على ما صدر مني اتجاه الاخر. ولكن في جزء هنا ممكن الاخر يكون مخه ناشف، متعجرف، متكبر، لم يقبل اعتذاري له. في هذه الحالة يتحول الخطأ عليه، وضع على نفسه ذنب وخطيئة. أنا بقول يا فلان أنا بعتذر لك، الشخص اللي قدامي ما بيقبلش اعتذاري، أنا دوري انتهى قدام الرب إذا أنا بقدم باعتذار حقيقي من داخلي. ينطبق علي اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للذين اساءوا الينا وعملوا لنا مشاكل، اوكي. لكن الشخص الثاني اذا لم يقبل توبتي اعتذاري، تحولت الخطيه عليه وحده، لانه هو ما عندوش هذا التسامح، وبالتالي انا اخذت نصيبي من الغفران من الرب، وهو اللي وضع على نفسه دينونه اعظم. ده عاوز موضوع كبير بس الآية دي، ولكن هحصرها في هذا اليوم على النقطة دي، إن شرط الطلب في الاعتراف للغفران إن أنا أغفر للآخرين. على فكرة الموضوع ده مش حدوتة، في أغلب الاعترافات في ناس بتبقى عندها مشاكل، وكانت ناس تيجي تقول أبونا أنا جاي أعترف بس مش قادر أسامح، مش قادر أدي لك الحل الطبيعي، يعني اللي ان انا ادي لك الغفران الالهي، لانك انت مش عارف تسامح، فازاي عايز ربنا يسامحك؟ انت قفلت باب رحمه ربنا اوتوماتيك، مش الكاهن اللي واقف لك سر المصالحه ونعمه الغفران. او طيب ما انا بصالحه، بتيجي نفس الاسباب دي، لكن كل مره بنرجع تاني لنفس المشاكل، اعمل ايه؟ طبعا مش سهل، وما تنتظرش روشته سريعه من الاسيس يديها لك في لحظه، وانت خاصه جاي تعترف في وقت مش مناسب، ها، وعايز منه حل سريع. ولكن انتبه، حط في ذهنك، ضع في نفسك وفي داخلك من الاول، لو انت مش قادر تغفر للاخر انت وقفت عمل الرب للغفران لك. لكن جاي أنا متألم من الشخص الآخر، لكن حسامحه، أنت خدت نعمة الغفران لأنك جددت نفسك، وذنب الآخر هو يتحمل مسؤوليته، أو ممكن ترجع تبدأ من جديد وتبعد عن نقط الخلاف المشتركة بينك وبين الشخص الآخر. ده مهم في الاعتراف، لأن غالبا ناس لما بيبقى عندها مشاكل كبيرة ومتراكمة من سنين ماضية مش سهل يغفروا لبعض، ولكن هذا شرط واضح في الصلاة الربانية
اللي فيها عنصر العبادة وفيها عنصر الاعتراف اللي منه بناخذ نعمة الغفران. النقطة الثالثة المستقبلية في الصلاة الربانية: لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. الآية دي الثانية الأصعب، وغالبا سوء الفهم فيها واللبس موجود في أغلب اللغات وفي أغلب الحضارات والثقافات. لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. الآية دي فعلا عايزة ترجمة جديدة في الصلاة الربانية. وربما اللي حقوله لم يعجب كثير من البشر، خاصة اللي عايزين النصوص تكون جافة. المسيح قال لا تدخلنا في تجربة. يا ابونا ما تقدرش انت تغير كلمات الانجيل. انا مش هغير كلمات الانجيل، ما اقدرش اعمل ده، ولكن علينا ان نفهم روح اللاهوت في الانجيل. الايه دي ارجوكم ركزوا فيها، هنشوف ايه التركيز فيها. لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، مكتوبه قدام حضراتكم بالعربي والانجليزي، وهنشوف فيها جزء مهم يتميز في اللغه الانجليزيه في الاخر. لا تدخلنا في تجربه، هل السؤال مباشر منطقيا وانا بصلي هذه الصلاه كانه الرب هو المجرب؟ اذا بقول له ما تحطنيش في تجربه معناه ايه؟ بقول له انت المجرب. مين المجرب؟ الشيطان. حاشا ان نكون بنقول للرب كأنك أنت يا رب بتأخذ دور الشيطان وبتضعنا في تجربة. طب الموضوع ده نفهمه إزاي؟ ولكن نجينا من الشرير. الجزء الأول ما تأخذش يا رب كأنك دور الشيطان، عفوا أنا بوضح الكلمات. والجزء الثاني كأنه بنقول له ابعدنا من الشرير. إذا إحنا في مفهومنا أنه هو السبب، كيف يتلاشانا من السقطة؟ غير منطقي. الكلمة لا تدخلنا أنا بعتقد محتاجة في كل كنائسنا وبكل اللغات يعاد ترجمتها بشكل حديث وجديد. في اللغة الآرامية والعبرية واليونانية لا تعني التجربة اللي مفهومها ساد كل الشعوب وخاصة الدول العربية. التجربة دايما في اللغة العربية كأني هكون في موقع في فساد أخلاقي، ينحصر التجارب على أن حاق في تجربة فيها سلوك. لا، التجربة مش مفهوم هذا. التجربة اللي بنفهمها في العربي أن أنا هدخل في مشكلة خطية ذهنية، جنسية، شتيمة، سب، لعن، كلها في إطار السلوك. لكن التجربة أو التجربة في المفهوم الأعلى هو اختبار، تيست، بضعه في المعمل بطلع منه بنتائج أفضل. مفهوم مختلف. وحد لحضراتكم في آخر المفهوم الاقتراح بتاعي لا تدخلنا في تجربة، أنا بفضلها إنها تكون لا تتركنا في تجربة، وده المعنى الصحيح لمفهوم كلمة لا تدخلنا في تجربة. حولها تاني، الله لم يضعنا في شرور، الله ليس المجرب، الله هو اللي عايزنا نخرج من التجارب، ولكن مفهومنا في الترجمة للتجارب دايما السلوك، ولكن التجارب عند المفهوم الكتابي هي نعمة حقيقية، هدية معطاة من الرب للأفراد. يا إزاي؟ هنيجي في رسالة يعقوب الرسول الأولى بيقول إيه؟ نص يعقوب واضح ويجيب مباشرة عن اللبس اللي موجود في لا تدخلنا في تجربة. بيقول في الإصحاح الأول: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله. مال من مين؟ لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. يا جماعة احفظوا الآية دي، الله لا يجرب أحد، احفظوها، لاهوت مهم. ثقافتنا العربية كل مصيبة بنقع فيها من ربنا.
خبطته عربية من ربنا، مات من ربنا، صيد في امتحان من ربنا، جوازة فاشلة من ربنا. ده احنا حطينا كل مصايبنا السوداء على ربنا. هنا النص مباشر، الله لا يجرب أحدا، احفظوها كده مطلقا، ما تغيروش النقطة دي إطلاقا. الله لا يجرب. ما للتجارب منين؟ التجارب فيها شقين هنفهمه، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. يعني التجارب من داخلي أنا، من ميولي الطبيعية، من طبيعة البشرية، من احتياجات اللي أنا بديها السماح. تجارب بتيجي إذا انخدع من شهوتي، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطيئة، والخطيئة إذا كملت تنتج موتا. لا تضلوا يا إخوتي الأحبة، أرجوكم نتفق على أن الله لا يجرب أحد بالشرور إطلاقا. لازم تعلل سبب المشكلة. تخيلوا لو كل مصيبة تحصل لنا في الشارع نور ربنا، كانت لغى دور البوليس والأمن في الحياة. إيه دوره؟ مين اللي قتل فلان؟ ربنا. مين اللي حط العربية تطير فيه؟ ربنا. مين اللي خلاني عملت رشوة؟ ربنا. كان دور الأمن إيه والبوليس يحقق مع مين؟ مفروض يحقق مع ربنا، بالمفهوم الشعبي اللي احنا حطنا وضعنا على صورة الله اللي قاعد كل يوم يلعب فينا شطرنج. ده مفهوم اسمه القضاء والقدر في غير الديانة المسيحية، إن كل حاجة جاءنا من فوق، احنا مساكين ما بنعملش حاجة. لا، أنا مسؤول عن نفسي. لا تدخلنا في تجربة ليها تعني مفهوم أعلى، إن مش الله المجرب. الله بيضع مرات اختبارات لصلاحي. الاختبار دايما للصلاح. يعني ايه؟ لما تيجي انت طالب في مدرسة، اخر السنة عندك امتحان، او اخر الشهر، اي كان السيستم الموجود في المدرسة، لو بالطريقة دي الامتحانات دي تبقى مصيبة. المدارس دي بتحطنا في تجارب ومشاكل، لا، دي بترفع مستواك وتؤهلك لمستوى اعلى. الامتحان معناه ايه؟ اذا نجحت يبقى انا شاطر، واذا رسبت بتحمل نتائج الرسوب بتاعي، لما أكمل في الصف ده أو أعيد تاني أتعلم أفضل، أو لا أستطيع أن أتقدم وأدخل المرحلة اللي بعدها. يعني كل امتحانات المدارس هي تجارب؟ لا، بالمعنى العربي والمصري كأنها مصيبة، لكن بالمعنى الحقيقي هو ارتقاء لدرجة أعلى. ولذلك عندنا عودة من الامتحانات، لأنها كلها بتعمل لي مشكلة في أحاسيسي الداخلية. اللي بنشوفه في مجتمعنا وضعناه بصيغة الإسقاط على الرب. صورة المشاكل اللي بنمر بيها في مجتمعاتنا افتكرناها نفس الصورة دي بتاعت ربنا. عشان كده لما نقول يا أبونا ده التجارب الإنجيل قايلها، ده في ناس كنت أتناقش معها وعاملين نفسهم لاهوتين، وانت هتغير الإنجيل؟ ده مسرودة في الصلاة الربانية، أبانا الذي لا تدخلنا في تجربة، عن التجارب جاءنا من عند الله. يا أخي حرام عليك، ده أنت بدل ما بتعترف بتاخد خطيئة أكبر، وضعت على الرب حاجة ما عملهاش. فهنا نص قديس يعقوب واضح، لا تقل أن الله جربنا إطلاقا. طيب، فاكرين المرة اللي يسوع بعد ما تعمد فيها وظهر الصوت الإلهي الروح القدس من السماء وكان فرحة كبيرة، حصل إيه؟ بيقول لنا إيه بعد الحادثة دي على طول، أو الموقف ده بعد معمودية يسوع وظهور الروح القدس؟ بيقول لنا إيه النص في إنجيل لوقا؟ أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح. لغاية هنا حلو خالص، يسوع خد الروح القدس. الجزء الثاني في صعوبة تاني لو خدناه بمفهومنا العربي، وكان يقتاد بالروح في البرية. يعني إيه يقتاد؟ الروح بيزقه روح على البرية. هيروح في البرية يعمل ايه؟ 40 يوم ويجرب من ابليس. لو خدناها لا تدخلنا في تجربة بأفكارنا العربية دي وربما مع اللغات التانية، كأن الروح القدس تحول هو الشيطان اللي بيزوه يسوع، بيقول له اندفع روح للصحراء
وأنا حكون وتجربة لك. لا، النص ده كمان مش معناه كده. النص ده معناه إنه الرب حيروح البرية بعد ما امتلأ من روح القدس، ولكن في نفس الوقت حيكون الاختبار بأنه هو عاش كطبيعة بشرية ولكن قدر يتغلب على تجارب الشيطان، يعني خرج من الامتحان بامتياز كبير جدا. اللي عنده الروح مش بيخاف من التجارب، متعبة لكن لا يخاف. في قصة آدم وحواء والحية كأنها برضو التجربة، قالوا من الله مين اللي خلق الحية؟ الله. لكن أين العقل اللي عطاه لك؟ أين المخ اللي عطاه لك؟ أين الإرادة والاختيار اللي عطاه لك؟ بنلغيها دائما، محتاجين سبب أكبر لسبب ضعفنا وفشلنا نضعه. ومين ده اللي يقدر يتحمل ده وما يقدرش يجاوب لأنه مش موجود قدامنا؟ الله. حتى آدم وحوله أنت السبب، أنت اللي حطتنا في التجربة دي، إحنا ما كناش بنفهم ده. طب ما أنتوا نسيتوا أن هناك عطايا الوصايا اللي في داخلك والناموس اللي في داخلك، ما تعملش الشر. في قصة آدم وحواء، في موضوع إبراهيم، لما موضوع عدم ابنه كان يقدر ناخدها التجربة إنه إزاي يقتل ابنه، ولكن كان امتحان لإيمان إبراهيم، هل يؤمن حقيقاً بأنه كل ما يعطي للرب الله هيعوضه؟ أو بمعنى هذا الامتحان، هل يستطيع إبراهيم أن يطيع الرب من كل قلبه حتى لو الموضوع تطلب أنه يقتل ابنه بالمعنى ده، أو يذبح ابنه، أو يستنزف ابنه؟ لكن إبراهيم ما فهمش بأنه تجربة، أنت السبب، أوكي حموت ابنه أنت اللي تشيل الموضوع. لا، ده كان عنده ثقة الإيمان أن الله لا يجرب بالشرور، ولكن بيعطي له امتحان حتى يصبح إبراهيم يستحق أن يكون أب الآباء. عشان تاخد مكانة عالية وتبقى مدير ورئيس وكبير في منصبك، مش لأنك تتساوى بالآخرين في أي موقف تجربة تقع فيه، إنك تقدر تخرج من التجربة ويكون عندك نشان إنك شاطر ما يدريتش تغير فيك. إبراهيم خد هذا النشان في الامتحان، نجح. في موضوع تاني، سفر أيوب. سفر أيوب ده خدناه يمكن 5 لقاءات قبل كده. قصته إيه؟ الله قاعد في السماء ويجي الشيطان يقول له، الرب يقول له كنت فين يا شيطان؟ كنت في الجولان في الأرض، يعني عماك ألف في الأرض. بتعمل إيه؟ قال له أنا شفت الناس في الأرض، في واحد اسمه أيوب ممتاز، الناس بتحبك على فكرة يا الله، مش عشانك، ده عشان النعم اللي انت عطاها له. الله بيقول له لا، الناس بتحبني بذاتي. شوفوا أيوب بعيد عن القصة، لم يعرف عنها حاجة، ولكن الحوار كان بين الله والشيطان. فين كمان يقول لنا النص؟ وكأنه في الفردوس في السماء، يعني الشيطان يعني في كل مكان، ومع مين؟ قدام ربنا، بيحاور ربنا، وعايز يقول لربنا انت كمان غلطان، انت مش فاهم الطبيعة البشرية، ما حدش بيحبك وبيعبدك يا رب من قلبه، ده بيعبدوك للمصالح. اشرح لكم بشكل عملي النهاردة. الناس بتعبد وبتيجي تركع امتى في الكنيسة؟ وقت الصلاة. امتى؟ ربما يوم الأحد، يعني مرة في الأسبوع بيركعوا طول الأسبوع، عايز يقول له كده الشيطان لرب، بيركعوا لك مرة في الأسبوع يوم لحد ساعة أو اتنين بالعافية إذا قدروا يستحملوا، لكن طول الأسبوع بيعملوا، بيركعوا للمال برا، بيشتغلوا مش بيفكروا فيك، ده يا دوب عارفين يدولك ساعة طول لحد من الأسبوع، لكن طول الأسبوع كله 6 أيام وباقي لحد هم بيركعوا لشهوات العالم واحتياجاتها. بنصلي برا لأجل الحياة اليومية الصعبة، مظبوط. فالشيطان بيقول له طيب عايز تعرف يا رب إن أيوب بيحبك ولا؟ شيل عنه كل الامتيازات اللي عطتها له. فبيقول له إيه؟
فجاب الشيطان: هل مجانا يتقي أيوب الله؟ أليس أنك سيكت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية؟ يعني أنت اللي بتدافع عنه، عطت له الحصانة عشان كده مش بيغلق. فكر كده، تشيل عنه كل الحصانة اللي عطتها له، هتشوف أيوب بيع. قال له: لا، أنا هدي لك النموذج إن أيوب مش هيع. التجربة هنا بمفهومنا إنه أيوب وقع فين؟ في تجربة هو مش مسؤول عنها، لكن في المفهوم الإلهي هو عطاله نعمة امتحان يثبت لنا وللبشرية أننا نستطيع بالإيمان ننجح في الامتحان، وأيوب أكبر نموذج لنجاح باهر في الامتحان. أيوب ما يعرفش عن قصة الله ولا يعرف عن قصة الشيطان اللي بيتحاوره، وهو اللي وقع في النص. والنص ده بيدينا ان مرات ما بنعرفش ليه سبب الألم، ما التجارب فيها ألم، ليه يا رب انا بتألم؟ ما عندناش إجابة. اللي حاول يدي الإجابة الثلاث أصحاب كانوا زي النيلة أشرار، عاملين نفسهم وعاظ وشطار. انت السبب، اكيد عملت مصيبة ضد الله، بيدلوا بالناحية الوعظ، بما انك أخطأت للرب بتاخد جزائك. يا عم أنا ما عملتش حاجة. لا 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 لا، مش ممكن الله يحطك في التجارب دي إلا إذا أنت أسأت. لا، الله حطه في امتحان حتى يعلم الشيطان بأن البشر يحب الله بعبادة حقيقية. الموقف مرات إحنا في التجربة بيبقى صعب علينا، ونقول ألم كبير مش قادر أتحمل. ليه فلان مات؟ ليه فلان حصل له إعاقة؟ ليه فلان خسر فلوس؟ ربما ما عندناش إجابات. سفر أيوب لم يعطينا إجابات لماذا الألم، ولكن أعطانا لماذا الامتحان. هنا لا تدخلنا في تجربة ولكن نجينا من الشرير. النص ده حتلاقوا عندنا حاجات كتيرة ممكن ندخل فيها. حتى يسوع نفسه على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لا يعني أنك أنت يا رب وضعتني في تجربة، ولكن يعلم يسوع أنه تركه حتى يكون هناك من خلال هذا الامتحان الخلاص للبشرية. تخيلوا لو يسوع فهم أن ده تجربة وقع على الصليب، ما كانش لي ولا ليك خلاص النهاردة، ولا قدرنا ناخد نعمة العهد الجديد. الامتحان مهم في الحياة. أنهي بدي، لأن الله امتحنهم فوجدهم أهلا له، في حكمة سليمان إصحاح الثالث. الامتحان هو إيه؟ إني هل أنت مؤهل لده؟ أهل لده ولا لا؟ كالذهب في البوتقة محصهم، وكذبيحة قربت محرقة قبلهم. يعني سفر حكمة سليمان بيقول لنا الامتحان هو حتى يؤهلنا نصبح في أعلى المناصب ونكون في أفضل. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. أنا بقولها حتى لما بصلي صلاة ربنا، بقول لا تتركنا في تجربة. يعني عايز أقول النص في الآية دي: يا رب لا تجعلنا في تجربة قدام الشيطان، ساعدنا أن نخرج حتى من هذه التجربة. صلوها بالمعنى ده: لا تتركنا في تجربة، ولا تخلي الشيطان يتغلب علينا، وما ترموش شماعة ربنا المسؤول على إحنا فيه. شايفين في آخر كلمة from the evil one، evil يعني الشر، one هنا الترجمة من العبرية بتيجي معنى أن one ده لحاجة واحدة. الشر مش المطلق العام بشكل العام، ولكن مخصص لواحد، هو عمل الشيطان. هنا لما بنقول لكن نجينا من الشرير، الشرير ده مفتوحة، لكن هنا في الإنجليش evil one، الشر ده يقصد مين اللي هو الوحيد ده؟ عن الشيطان. يعني حتى ريت اللي بيصلوها بالإنجليش يكون فاهم إن عنده كلمة وان الأخيرة دي بتميزه، إنه يدرك أن هذا الشر مش مطلق ولكن من الشيطان وحده. لكن نجينا من الشرير evil one، يعني الشر الوحيد اللي هو كان صفة وكناية عن الشيطان، مش عن أي حاجة بتخبط بيها في الشرع يا شيطان. ده تلكيكة. أنهي بقول التجربة هنا هي في وضع دعوة الله في الدرجة الثانية. يعني التجربة معناها إيه؟ إن أنا
جعلت الظروف اللي بمر فيها في التجربة تاخد الامتياز الأول، أهتم فيها وأنسى الله وأضع الله في المكانة الثانية. التجربة هي إيه؟ إن أنا جعلت الله رقم اثنين في حياتي، والموضوع اللي بيسرني هو رقم واحد. تجربة في مال، إن أخلي المال رقم واحد فعبدت الله بالله رقم اثنين. في موضوع الزواج، الله رقم اثنين واللي أنا عايز أتجوزه رقم واحد. وهكذا تقدروا تقيسوا كل التجارب. هل التجربة وصلت فيها إن خليت الله رقم اثنين، يبقى أنا وقعت في تجربة الشيطان. لكن لو هل التجربة دي الله ظل رقم واحد، يبقى نجحت في الامتحان. عشان كده هي هتفضل التزاماتنا اليومية على الله، أما الله سيكون هو الأساس في التزاماتنا ويكون رقم واحد. آخر حاجة في الصلاة الربانية، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. يعني إيه الكلمة دي؟ بيعترف في الصلاة الربانية العناصر اللي احنا قلناهم الأربعة قبل كده. العنصر الأخير اللي هو إني أنا بتضرع للرب، إن أفهم في الآخر أن الله هو السيد الوحيد، وليست التجارب، وليست المجتمع، وليست الأسرة، وليست الأفراد اللي بعيش معاهم، ولا الإمكانيات. الله هو له القوة، وهو الملك الوحيد، وهو له الملك، وأنا علي إن أنا أصلي في الله وليس أصلي إلى الله. في كل الديانات البشر يصلي إلى الله، في الديانة المسيحية بعد الصلاة الربانية نحن نصلي في الله. الصلاة الربانية بتعلمنا النهاردة في الأربع عناصر، نحن نصلي في الله لأن الله أصبح أبونا وإحنا جواه. يعني ما بتقعد مع أبوك الحقيقي البشري، أنت معاه جواه، مش شخص مضاف لي. في المسيحية نحن نصلي، نقولها مع بعض، نحن نصلي فين؟ في الله، وليس نصلي إلى الله. ولإلهنا المجد الدائم الأبد أمين.